بكل حضراتكم مشاهدينا الكرام في المتابعة اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. يمكن الاستشعار واضح بانخفاض في درجات الحرارة، وكمان في توقعات بسقوط أمطار لكن خفيفة، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. يمكن يكون الفرص مختلفة بالنسبة للمحافظات، وعايزين كمان نعرف ده مستمر لحد إمتى، وإمتى عفوا ممكن نشهد اختلاف في درجات الحرارة. احنا معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور أهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه ساره، واهلا بكل متابعي التلفزيون اليوم الثالث. رحب بيكي يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيبه. وخليني اسال حضرتك على طول، الانخفاض المحسوس دلوقتي في درجات الحراره مستمر لحد امتى؟ وممكن يكون في فرص امطار قد ايه؟ ويمكن كمان في رياح، لانه انا شخصيا من يعني اللي عندهم حساسيه، فحاسه انه صوتي رايح وحاسه بانه في رياح يمكن محمله باتربه، بس خليني اسمع من حضرتك. بالفعل يمكن احنا نوهنا ان اعتبارا من اليوم تبدا يحصل تغيرات في حاله الطقس بشكل كبير. يمكن احنا من نهايه الاسبوع اللي فات وبنوه ان اعتبارا من يوم الاحد لحد يوم الثلاثاء يبدا يحصل بعض التقلبات الجويه زي نشاط الرياح اللي بيبقى موجود في معظم محافظات الجمهوريه، واللي ممكن كمان يكون مثير لبعض تنازل الاتربه. دي حاجه طارئه يا دكتور ولا ده طبيعي دلوقتي؟ نعم، دي حاجة طارئة، يعني في حاجة بنتأثر بيها الأيام دي ولا ده طبيعي في الوقت ده؟ مش احنا خلال هذه الأيام بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مع المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا بنتأثر كمان بمنخفض طقسي موجود على البحر الأحمر، امتداد منخفض السودان السيني، فبالتالي وجود المنخفضين هم اللي بيعملوا على وجود التقلبات الجوية. زيادة سرعات الرياح اللي موجودة في الجو دي بتخليني أحس إن في تغير في الجو بشكل كبير، ومع نشاط الرياح كمان فرص الأمطار هتبدأ نشوفها بشكل كبير ومؤثر في بعض المناطق الجمهورية، لأن اليوم متوقع إن يكون في أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، سواحلنا الشمالية الغربية، بعض المناطق من شمال الوجه البحري، تمتد الأمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أيضا لمناطق من محافظة البحر الأحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء، وبعض الأماكن كمان من الوسط وشمال الصعيد. ده بالنسبة للأمطار الخفيفة المتوسطة. اليوم أيضا في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سواحل الشمالية الشرقية، مناطق من القاهرة الكبرى، ممكن اليوم تظهر سقوط أمطار خفيفة، وبتكون طبعا على فترات متقطعة. مع الأمطار زي ما قلنا هيكون في نشاط للرياح، يمكن كلنا من الساعات الأولى في الصباح حاسين بنشاط الرياح اللي متوقع يكمل معانا على مدار اليوم. نشاط رياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه في معظم محافظات الجمهوريه، ممكن كمان يكون مثير للرمال والاسبه خاصه في محافظات الصعيد، شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربيه هيكون عليهم اسبه ورمال مطاره هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. وطبعا دايما يكون نشاط الرياح احساسي بالبوده واحساس انخفاض قيم درجات الحراره موجود معايا. طقس اليوم هيكون طقس شكل نائم لجزء فتره النهار، بارد بشكل كبير خلال فترات الليل، عشان بكره الاثنين ان شاء الله يكون ذروه التقلبات الجويه، فبكره متوقع ذروه التقلبات لان كميات الامطار بكره هتزيد وتتحول لامطار متوسطه ورعديه على محافظه البحر الاحمر، مناطق من سيناء، مناطق من شمال وجنوب الصعيد، واللي ممكن توصل لحد السيول على مناطق من محافظه البحر الاحمر ومناطق من سيناء، والطرق المؤديه من والى محافظه البحر الاحمر ومحافظات الصعيد ممكن يتشكل عليها بعض السيول، وامطار كمان خفيفه متوسطه على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناه، القاهره الكبرى لسه فيها فرص لسقوط الامطار غدا الاثنين ان شاء الله، وده اللي متوقع يكون ذروه التقلبات الجويه. مع دكتور عايزة اسال حضرتك، هل الثلاث ايام دول بيستدعوا تغيير الملابس؟ يعني نرجع تاني للملابس الشتويه، دي نقطه. النقطه الثانيه اعرف ان حضرتك بيستدعي برضه ارتداء ماسك، ليه؟ لانهم حساسيه او عندهم جيوب انفيه وما الى ذلك، فحب اعرف راي حضرتك ونصايح طبعا للساده المواطنين. هو طبعا احنا قلنا في الاول ان دايما كنا بننصح مع حضراتكم ايام لما بيكون في ارتفاع في درجات الحراره ان ما تغيرش الملابس، يعني الملابس لسه احنا في الملابس الشتويه، حتى لو حصل ارتفاعات او انخفاضات في درجات الحراره بس لابس جاكيت او لا. يعني احنا بنقول ملابس شتويه على مدار اليوم كله، فتره النهار وفتره الليل، بلاش نخفف فتره النهار ونسيب فترات الليل نلاقي بوده، وحتى لو احنا خدين فترات الليل طبعا يفضل نحط جاكيت واحنا خارجين، لان نشاط الرياح المستمر معانا واللي متوقع ان يستمر معانا كمان بكره وبعده هيحسسني بالبروده، فيفضل طبعا ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله.
يفضل كمان طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجهاز التنفسي، واحنا خارجين لازم نرتدي الاهتمامات، يعني واحنا خارجين نرتدي اهتمامات، حتى لو المنطقه اللي انا مش موجود فيها اتربه ورمال مسطره، ممكن نشاط الرياح يعمل في بعض المناطق كده محليا اتربه بتبقى موجوده في الجو، فمهم جدا نرتدي اهتمامات واحنا خارجين. مهم كمان القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء سقوط الامطار واللي ممكن توصل لحد السيول زي ما قلنا بعض المناطق من محافظه البحر الاحمر او الطرق المؤديه منه الى محافظات الصعيد او حتى كمان في المحافظات الساحليه، لان لسه بكره كمان امطار متوسطه ورعديه على السواحل الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري. فمهم جدا مع الامطار تكون القياده بشكل تام، ونبتعد عن اعمده الاناره، اثاث الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، كمان سرعات الرياح مش قليله. مهم جدا نبتعد عن اعمده الاناره والمباني المتهالكه، ومهم ان احنا نتابع النشرات الجويه في ظل التقلبات الجويه الحاده والسريعه اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام. بس برضه نطمن كل الساده المتابعين ان احنا مع يوم الاربعاء اللي جاي تبدا الاحوال الجويه تصحر بشكل كبير، هو طبعا يوم الثلاث كميات الامطار هتقل تماما عن يوم الاثنين، والاستقرار يعود ثاني والدفء في فتره النهار يعود ثاني من يوم الاربعاء ان شاء الله وحتى نهايه الاسبوع. جزيل الشكر لحضرتك دكتور منان غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، نورتينا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا لكم فندم، كل سنه وانتم طيبين. جزيل الشكر لكل حضراتكم على هذه المتابعه الطيبه، دائما كونوا معنا على مدار الساعه مزيد من التغطيات، والى اللقاء.